من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. صدق الله العلي العظيم. يقال كان عالم مع حاكم، لعل العالم كان نصير الدين الطوسي، ولعل الحاكم كان هلاكو. الحاكم الجائر الجاهل قرر أن يقتل عددا كبيرا من العلماء، وأن يهدم مدارس علمية كثيرة، جاءه العالم: لماذا تريد أن تصنع ذلك؟ قال: لا قيمة للعلماء، وجود هؤلاء في المجتمع شيء ضار، لا قيمة للعلم، المهم المال، المهم الحكم. العالم ضرب له مثلا، قال له: عندما تكون أنت جالسا في مجلسك والمجلس غاص بأهله، أنت أشر إلي إشارة فأنا أأمر أن يلقى طست نحاسي كبير وسط المجلس على الأرض، وانظر ماذا يحدث. لا بأس. الحاكم عندما صار المجلس غاص بأهله أشار إلى العالم، وبالفعل ألقي طست كبير نحاسي على الأرض. طبعا تعلمون الصوت الذي يحدثه ذلك، الناس من شدة الصوت فجأة هرعوا، البعض فار، البعض سقط على الأرض، البعض اندهش، ما القضية؟ فصار الحاكم يضحك. جاء إليه العالم، قال له: هذا هو الفرق بين العلم والجهل، هؤلاء كانوا جاهلين بوقوع هذا الطست في هذه اللحظة على الأرض، خافوا، هرعوا، هربوا، أنت كنت عالما، لا خفت، لا شيء، كنت تضحك. فاقتنع
الذي يريد أن يقتل العلماء بكلمة يقتنع بترك العلماء بكلمة. هكذا أنقذ هذا العالم مجموعة من العلماء من القتل. العلم قيمته تنحصر في هذه القضايا، الجهل مشكلته تنحصر في هذه الأمور؟ كلا، قيمة العلم تظهر في أمور أعظم من ذلك كثيرا. مشكلة الجهل تظهر في أمور قد تعطل حياة الإنسان، قد يبتلى الإنسان بسبب الجهل 30 سنة 50 سنة. الجهل مشكلة. لماذا سوق الدجالين رائجة في الناس؟ لماذا بعض الناس أو كثير من الناس يتغير بكلمة يسمعها؟ كلمة يسمعها من إذاعة، لا يعرف من القائل، ما الذي يقول، ما هو الدليل على قوله؟ كلمة يسمعها من شخص يراه في قناة فضائية ينقلب. سوق الدجالين رائجة. لماذا؟ الشخص يبتلى بابتلاء، يصاب بمرض، فورا لا أقول الكل، كثير من الناس يقول له سحر، مشربين ماي. السحر صحيح شيء موجود، ولكن بهذه الصورة كل شيء سحر. والشخص يذهب يبحث عن علاج مشكلته أين؟ في الظلمات، يبحث عن النور، يبحث أجلكم الله في المزابل عن شيء نظيف. لا، أكثر من ذلك، فلان من المخادعين قال هذه الكلمة، يرجح كلمته على فتوى فقيه جامع للشراط هو يعرفه. فلان قال، من هو فلان؟ أصلا لا يعرفه، وهؤلاء بدأوا يعرفون بعض الطرق بعض الحيل. أنا لا أعالج إلا بالقرآن، شيء عظيم، من هذا المدخل يدخل. يعرف القرآن هذا الشخص حتى يعالج بالقرآن؟ كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. يعلم هذا، يعلم من أين يعلم القرآن؟ القرآن لا يعرف إلا من روايات أهل البيت. هذا قرأ رواية أهل البيت؟ تعرفه أنت؟ هو يدعي بالادعاء. إذا كانت الأمور تمشي، القضايا كانت سهلة في الدنيا. كل المشاكل من الذنوب، كلمة جميلة، من هذا المدخل يدخل. طبعا جميلة إلى حد ما. تطوروا، تعلموا الطرق الجديدة. فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها هي التي أمرتني أن أفعل ذلك. عجيب، فاطمة الزهراء، يتمكن أحد من المسلمين أن يقول لفاطمة الزهراء لا؟ كافر. الذي يقول لفاطمة كافر، لا كافر. يدخل من هذا المدخل.
رأيت أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في عالم الرؤيا هو الذي أمرني. الأمور بهذه الطريقة تمشي بالادعاء. أمير المؤمنين ما وجد إنسانا متقيا يذهب إليه إلا أنت وهو يرتكب الكبائر. إحدى أكبر الكبائر الفتوى بغير علم، فليتبوأ مقعده من النار. يفتي، يفتي من غير علم. أمير المؤمنين يأتي إلى هذا الشخص الفقيه بعد 50 سنة من الدراسة يخاف أن يفتي أحيانا، يقول احتياط وجوبي، يعني لا أفتي لك، يعني لا أعرف 100%. إذا تريد احتط، أنا لا أتحمل مسؤولية عنك يوم القيامة في هذه المسألة. والشخص بكل سهولة يفتي. خمسة وثلاثون ألف رواية، قولوا بعضها مكررة، 30,000، لا 25,000 رواية فقهية قرأتها أنت؟ والقضية تمشي عند الناس، يتغير الناس، ترى الناس مرة واحدة يمشون موجا، لا أقول كل الناس، كثير من الناس الموج يذهب إلى أن يصل إلى قمته خلاص ينتهي، فجأة الناس يمشون موجا معاكسا تماما. لماذا؟ السبب في ذلك الجهل. هذه ليست مشكلة، حياة الناس تضيع في هذه الأمور، هذه المشكلة. المشكلة الجاهل، جيم هاء لام. لا نخفف على بعض الناس، عدم العلم حتى لا يزعل بعض الناس، هنا تتبين قيمة العلم. طبعا العلم بحد ذاته وحده لا قيمة له، العلم مع التقوى. إن كان للعلم من دون التقى شرف لكان أشرف خلق الله إبليس. إبليس عالم، العلم من غير التقوى لا قيمة له. العلم مع التقوى هنا تظهر قيمة العلم. تجد العالم 50 سنة يمشي صراطا سويا أبدا لا ينحرف. أنا رأيت، أنا بعيني رأيت، عشت مع هكذا فقهاء علماء، كل الأمواج ما غيرت فيه كلمة وما بدلوا تبديلا أبدا. تراه في كل القضايا، في كل العواصف يمشي على الصراط. درجة اليقين أبدا لا يتغير. القضايا التي تغر الكبار لا تغره. الأمور التي يبحث عنها كل الناس تقريبا هو لا يبحث عنها. هذا الطريق، رأى الطريق بوضوح، نور، ويمشي. عواصف عقائدية، عواصف أخلاقية، عواصف فكرية لا يتغير. هكذا علماء، هكذا فقهاء، لا أقول قليل أن الإنسان يطيعهم، أقول قليل أن الإنسان يفديهم بروحه. نور، وجوده نور. هذا العلم له قيمة، هذا العالم له قيمة. قيمة العلم هنا تظهر.
ولا تقتصر قيمة العلم إلى هذا الحد، القيمة الحقيقية للعلم في يوم القيامة. كيف؟ العلم يجر الإنسان إلى الجنة، الجهل يجر الإنسان إلى النار. صحيح، نعم صحيح. العلم والجهل في العقائد، في الأمور العقدية. طبعا لا أتكلم عن الجهل القصوري، أتكلم عن الجهل التقصيري. مرة شخص جاهل ولا يتمكن أن يعرف، هذا يمتحن امتحانا ثانيا. مرة شخص جاهل وكان يتمكن أن يعرف، هذا الجهل التقصيري. الجهل بالتوحيد الصحيح الصحيح، الجهل بصفات الله سبحانه وتعالى، ينسب إلى الله عز وجل العياذ بالله الاحتياج. الله غني، غني عن كل ما تتمكن أن تتصوره أو لا تتمكن أن تتصوره، غني مطلق. إذا كان جسما فهو غني؟ لا، الجسم محتاج إلى حيز، إلى مكان. كل جسم، جسم ممكن أن لا يحتاج إلى حيز، إلى مكان؟ يعني هو محتاج والعياذ بالله، والعياذ بالله، إلى مكان. نسبة كفر إلى الله عز وجل، نسبة الحاجة إلى الله عز وجل كفر. الجهل بالنبوة، الجهل بصفات النبي الذي ينسب إلى الأنبياء الكبائر والعياذ بالله. هذا الجهل إذا كان تقصيريا لا قصوريا، إذا كان تقصيريا لا يجره إلى النار. ينسب إلى نبي من الأنبياء الكبائر، ينسب إلى نبي من أنبياء الله أنه أشرك بالله عز وجل، هذا لا يذهب إلى النار. أنا لا أقسم الجنة والنار، الجنة والنار بيد أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، علي قسيم الجنة والنار. ولكن حسب الوضع الطبيعي، إن شملته شفاعة هذا شيء لا أعرف حدوده، أما إذا لم تشمله شفاعة إلى أين هذا الشخص يذهب؟ جهله يجره إلى أين؟ إلى نار جهنم. الجهل بالإمامة، الجهل بإمام زمانك، من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، يعني ميتة كفر، ميتة كفر. أين تجر الإنسان؟ لا يعرف إمام، لا يعرف يعني ماذا؟ يعني جاهل. من مات ولم يعرف إمام زمانه جاهل بإمام زمانه، هذا الجهل يجره إلى أين؟ رسول الله صلى الله عليه وآله يقول أنا لا أقول، مات ميتة جاهلية، أين يجره الجهل؟ والعلم أين يجر؟ العلم بالعقائد الحقة يجعل الشخص تشمله شفاعة محمد وآل محمد. هناك نعرف قيمة العلم والجهل. العلم، لماذا أتحدث عن هذه الكلمة؟ لا يكون أن الإنسان يترك التعلم. العلم لا نهاية له، لا نهاية له بالنسبة إلى قدرات الإنسان. أقول خصوصا العلم المرتبط بآخرتي. لو كنت علامة الدهر لا تترك التعلم، لو كنت مشغولا 90% من وقتك يصرف في شيء معين،
اجعل 5 دقائق في اليوم طالع كتابا، احضر مجلسا تعلم فيه، جالس العلماء، باب في الكافي الشريف، باب مجالسة العلماء، جالس العلماء. لا يكون يمر علي يوم أنا في نفس المستوى العلمي، خصوصا فيما يرتبط من العلم بالآخرة، فيما أنتفع من العلم في آخرتي. ما عندي وقت، 5 دقائق عندي أم لا؟ أتمكن أن أفتح كتابا أقرأ نصف صفحة أم لا؟ حتى لو كان عمري تجاوز 100 سنة، العلم لا حدود له، هذه الحدود ليست حدود للعلم. اليوم الأول من شهر رجب يصادف ذكرى مولد الإمام أبي جعفر محمد بن علي الباقر صلوات الله وسلامه عليهم. سمي هذا اليوم بيوم العلماء، ونعمة التسمية. في يوم الأول من شهر رجب، حسب التقاويم يصادف يوم الأحد، لعله يتغير، الأحد القادم بعد يومين، في يوم مولد الإمام أبي جعفر الباقر عليه الصلاة والسلام، كرم عالما من عائلتك، أؤكد من عائلتك، يوجد عالم، أخوك، أبوك، عمك، ابن عمك، ابن خالك، شخص من أقاربك عالم، لا أقول عالم في مجال ديني، حتى لو كان عالما في مجال آخر، عالم ينتفع الناس بعلمه، كرمه باسم الإمام أبي جعفر الباقر عليه الصلاة والسلام، كرمه. كرمه بماذا؟ كرمه بهدية، كرمه بالسعي له، كرمه بمسج، كرمه بشيء. بارك له يوم مولد الإمام أبي جعفر الباقر ويوم العلماء، أنت من العلماء، وبارك لك هذا اليوم. وثم ماذا؟ ما هي فائدة هذا العمل؟ فوائد عديدة. أولا، فائدة هذا العمل تشويقه. المفترض بالعالم أن لا يهتم بالتشويق، شوقه الناس ما شوقه الناس، المفترض أن العالم يخدم بعلمه الناس، ولكن أكثر الناس ليسوا هكذا. التشويق يقويهم، هذا تشويق له، يجعله يمشي في طريقه في خدمة الناس بعلمه أفضل. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية، ابنك، تريد أن ابنك يصبح عالما أم لا؟ يحتاج مشوقات. إذا رأى ابنك أنك في كل سنة في يوم مولد الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام تكرم عالما من علماء عائلتك، لا يتشوق ابنك؟ طبعا يتشوق للدراسة، للتعلم، هذا تشويق لابنك. الفائدة الثالثة، لتكريم العلماء في يوم مولد الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام، وأكد علماء من عائلتك، ربط القضايا المرتبطة بنا، ربطها بأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، عظيم، له تأثير مادي ومعنوي، دنيوي وأخروي. كم هو جميل بعض المؤمنين أو كثير من المؤمنين في يوم مولد الإمام، في يوم مولد الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء عليها الصلاة والسلام، يكرمون أمهاتهم، كم هو جميل ربط هذه القضية بالصديقة الكبرى صلوات الله عليها.
كم هو جميل أن بعض المؤمنين في يوم مولد أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يهدون هدية ولو معنوية لآبائهم، يسمون ذلك اليوم بيوم الأب. جميل، ربط هذه القضية بأمير المؤمنين. بعض المؤمنين منذ سنوات في يوم مولد الإمام صاحب الأمر أرواحنا فداه يحتفلون بأعياد الميلاد لأبنائهم، يريد أن يحتفل بعيد ميلاد لابنه. ما هي قيمة اليوم الذي ولد فيه ابني؟ وثم ماذا؟ أريد أن أحتفل عيد ميلاد لابني، لا بأس احتفل له في يوم مولد الإمام صاحب الأمر أرواحنا فداه. قضية بدأها بعض المؤمنين وانتشرت شيئا فشيئا ولله الحمد، شيء لطيف. هذا الطفل يتعلم منذ الصغر أنه في يوم مولد الإمام أرواحنا فداه، إمام زمانه، يكون يوم فرح له، يفرح. طبعا عيد ميلاد شيء فرحة بالنسبة للطفل، ربطه منذ الصغر بإمام زمانه. أختم حديثي بحديث شريف. في الكافي الشريف بسند صحيح على الأصح عن الإمام أبي جعفر الباقر عليهما الصلاة والسلام يقول: عالم ينتفع بعلمه أفضل من 70,000 عابد. رأيتم في حياتكم عابدا واحدا؟ استبعد، لعل النادر منا رأى في كل حياته عابدا واحدا. العابد تعلمون من هو؟ العابد هو الذي لا شغل له إلا العبادة، هذا يسمى عابدا. يعني يجلس في تعقيبات الصلاة 4 ساعات، يعني من أول الليل إلى أذان الفجر يصلي صلوات مستحبة، هذا يسمى عابدا. يعني يختم القرآن في يوم، شغله العبادة، هذا يسمى اصطلاحا عابد. نعم، الذي يعبد الله عز وجل، الذي يجلس للتعقيبات قليلا، هذا شيء حسن، هذه شيء من العبادة. ولكن العابد هو الذي شغله العبادة. سابقا كان هذا الشيء إلى حد ما منتشرا، في يومنا هذا الشيء أصبح شبه منعدم، إلا أندر من النادر. كم هو جميل، كم هو رائع شخص يكون عابدا، يصلي من أول الليل إلى أذان الفجر 500 ركعة، 1000 ركعة، أكثر أقل، كم هو جميل، كم له قيمة عند الله عز وجل. الآن تصوروا مدينة مؤلفة من 70,000 شخص من هذا النمط، 70,000 شخص. يعني عندما تمر في شوارع هذه المدينة لا تسمع إلا صوت القرآن، لا تسمع إلا صوت الأدعية، لا تسمع إلا صوت البكاء من خشية الله عز وجل. كم هو جميل، 70,000 عابد في مدينة يعيشون، هذه المدينة الفاضلة أصلا. الإمام أبو جعفر الباقر عالم العلماء المعصوم بأكبر درجات العصمة، المعصومون 14 معصومون بأكبر درجات العصمة، يقول في حديث صحيح على الأصح، يقول: عالم واحد ينتفع بعلمه أفضل من هذا 70,000 من العباد. تتمكن أن تتصور المعنى؟ أنا لا أتمكن، إذا تصورت أخبرني. 70,000 عابد، نحن إذا رأينا عابدا واحدا، العابد له قيمة لا أنتقص من قيمة العابد والعياذ بالله. العابد الذي له قيمة كبرى الإمام أبو جعفر الباقر عليه الصلاة والسلام، يقول: 70,000 من أمثاله
أقل قيمة عند الله عز وجل من عالم واحد ينتفع بعلمه. عالم ينتفع بعلمه أفضل، لا يساوي أفضل، أفضل من 70,000 عابد. هذه قيمة العلم. كتاب فصلت آياته، قرآنا عربيا لقوم يعلمون، فصلناه لقوم يعلمون، نفصله لقوم يعلمون. آيات قرآنية أقرأ. يفصله لقوم يعلمون. إنما يخشى الله من عباده العلماء. قل لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وآيات 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 بالعشرات، لا بالمئات. علم ومصدر العلم عندنا. لا العلم العادي، مصدر الوحي عندنا. الأبواب إلى الله، الأبواب إلى الله، لا تتصورون أنهم أبواب في الحوائج فقط، في كل شيء. الأبواب إلى الله عندنا. محمد وآل محمد. كيف يلزم أن يكون أتباع أهل البيت؟ نكون كذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى ببركات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام أن لا يفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد. اللهم أعطه في نفسه وذريته وشيعته ورعيته وخاصته وعامته وعدوه وجميع أهل الدنيا ما تقر به عينه وتسر به نفسه، وبلغه أفضل ما أمله في الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. الله أكبر، الله أكبر. طريق طويل، الإنجاز أولا والوصول إلى مستوى التحدي ثانيا والتفوق ثالثا.